يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. اقترب الجيشان وتدانى الفريقان في أحد، الكل منهم ينظر إلى الآخر. 3000 مشرك أمام 700 مؤمن. المؤمنون يقاتلون في سبيل الله، وأولئك يقاتلون في سبيل الطاغوت. بدأت المعركة، خرج أحد المشركين اسمه طلحة ابن أبي طلحة، خرج ينادي من يبارز. وكان طلحة قويا مبارزا شجاعا بطلا يعرفه الناس. فقام إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: أنا لك يا عدو الله. فتبارز الاثنان مبارزة خطيرة حامية، لكن الزبير كان مستعينا بربه، فصرعه على الأرض ووضع السيف عليه حتى اخترقه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بداية المعركة، الله أكبر. فكبر المسلمون الله أكبر. قال النبي: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. ثم قام المسلمون والتحم الصفان، شعار المسلمين بعد التكبير: أمت أمت، الله أكبر الله أكبر. يوم يلتحم جيش المؤمنين مع جيش الكافرين. أما الكفار فإذا بهم يحملون الراية، 6 من بيت واحد، كلما حمل الراية أحدهم صرع في الأرض، ثم حملها الآخر فصرع، 6 من بيت واحد. ثم حمل راية الكافرين كلهم 10 من بني عبد الدار، كلما حمل الراية رجل صرع على الأرض. وقد كان المؤمنون يقاتلون قتالا لا يبالون بهذه الدنيا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أما أبو دجانة الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط عصابة الموت الحمراء على رأسه، أخذ يقاتل، يقول الصحابة: رأينا قتاله، عرفنا أنه يستحق السيف في ذلك اليوم. يضرب هذا ويقتل هذا ويصرع هذا. يقول أبو دجانة عن نفسه: فرأيت فارسا ملثما يحمي نساء المشركين. يقول: فذهبت إليه وتوجهت إليه. يقول: فلما وصلت عنده ورفعت السيف على رأسه، والول صاح. يقول: فلما كشفت اللثام عرفت أنه امرأة ولم يكن رجلا، كانت هند بنت عتبة. يقول: فأكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة في تلك المعركة مع أنها تقاتل، وتركها. ثم ذهب يقول الزبير: أنا قريب لرسول الله، ما أعطاني السيف، أعطاه لأبي دجانة. يقول: فلما رأيت أبو دجانة كيف يقاتل القوم علمت أنه يستحق هذا السيف. وكان في المسلمين بطل يخوض غمار المعركة كالأسد، يسير بينهم لا يبالي بمن يواجهه. كلما رأى فارسا من المشركين صرعه، كلما رأى مقاتلا من أعداء الله سفك دمه. من؟ إنه أسد الله، إنه أسد رسوله، إنه حمزة ابن عبد المطلب، يقاتل في سبيل الله. قتال الأبطال، قاموا المؤمنون إذا تواجهوا مع المشركين في المعركة
الواحد منهم أمام أربعة من المشركين، لكنه لا يبالي، إنها قوة الإيمان، إنه ثبات العقيدة الذي في قلوب أهل الإيمان، قتال في سبيل الله، لا يبالون بمن يواجهون. ها هي دماء المشركين تسيل، وها هي جراحهم تنزف، وها هو الإيمان يعلو، الله أكبر، ويتشتد المعركة ويحمل وطيها. حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال. اشتدت المعركة وحمي الوطيس، عباد الرحمن يقاتلون أولياء الشيطان. ها هو حمزة ابن عبد المطلب يقاتل قتالا شرسا، تبعه أحد المشركين لم يأتي للقتال، إنما أتى لقتله. وحشي ابن حرب كان ثمن قتله لحمزة ابن عبد المطلب أن يعتق من رقه، يقول: فجهزت حربتي وكان راميا للحراب قد جاء من الحبشة، يقول: أتحين فرصة ليقتل حمزة، رأيته كالجمل الأورق في المعركة لا يقوم إليه أحد من المشركين إلا صرعه، يقول: أختبئ وراء الحجر، أختبئ وراء الشجر، أنتظر فرصة، يقول: حتى رأيت فرصة والغدر لا حيلة له، يقول: فأخذت حربتي فرميتها فأنفثتها في أحشاء حمزة بن عبد المطلب، أسد الله أسد رسوله، يقول: فقام إلي ينوء يريد أن يصل إلي، لكنه غلب وسقط على الأرض، فلما علمت أنه مات أخذت حربتي وهربت من المعركة، لم أكن أريد إلا قتل حمزة. انتشر بين المسلمين خبر مقتل أسد الله وأسد رسوله، لكن مع هذا كانوا يقاتلون، لأنهم إنما يقاتلون لأجل الله عز وجل. ها هو أبو بكر، هذا عمر، وهذا علي، وهذا سعد، وهذا طلحة، وهذا الزبير، وهذا مصعب، الكل يقاتل قتالا كالأسود في المعركة، لا يهابون إلا الله عز وجل، يبحثون عن الموت والموت يفر منهم. ها هم أبطال الرحمن، منهم رجل اسمه حنظلة. حنظلة كانت معركة أحد ليلة عرسه، فلما سمع بالقتال ومنادي الجهاد يا خيل الله اركبي، أسرع راكضا إلى المعركة ولم يغتسل من جنابه، اخترق الصفوف حتى وصل إلى أبي سفيان قائد قوات المشركين، أسرع إليه فرفع السيف ليقتله، فلما أراد أن يقتله قتل غدرا من وراء ظهره. استشهد حنظلة فرآه النبي بين السماء والأرض تغسله الملائكة، فسمي من ذلك اليوم حنظلة الغسيل. ها هي المعركة، ها هي دماء المشركين تسيل على الأرض، ها هم المسلمون يقتلونهم واحدا بعد الآخر، ها هي راية المشركين سقطت على الأرض لا تجد من يحملها. خالد بن الوليد يحاول أن يخترق الصفوف لم يستطع، فالرماة كانوا قد حموا ظهر المسلمين حماية، لم يستطع لا خالد ولا كتيبة من كتائب المشركين أن تخترق ظهر المسلمين، فالرماة كانوا يحمون المسلمين حماية. ها هم المشركون يفرون من المعركة، يخلفون وراءهم ما يخلفون، والمسلمون يجمعون غنائمهم، يجمعون غنائمهم. رأى هذه الحال وهذه الصورة الرماة على جبل الرماة، لما رأوا هذه الحال قالوا: الغنيمة 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 الغنيمة، وأخذوا ينزلون، وقائدهم عبد الله بن جبير يقول: يا عباد الله اثبتوا، يا أيها الناس اثبتوا واسمعوا كلام رسول الله، وهم ينزلون وما بقي مع عبد الله إلا قلة قليلة. ها
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. رأى هذا المنظر خالد بن الوليد مع كتيبته، رأى ظهر المسلمين قد انكشف، فإذا به يلف من وراء الجبال ليرجع إلى ظهر المسلمين الذي انكشف، ولم يبق إلا عبد الله بن جبير وثلة قليلة من المؤمنين. جاء خالد وقتل المؤمنون جميعا، من الذي نزل؟ يا ليتهم ما نزلوا. منكم من يريد الدنيا نزلوا، ومنكم من يريد الآخرة ثبتوا، لكنهم استشهدوا وقتلوا. خالد بن الوليد استغل هذه الفرصة فاخترق ظهر المسلمين، والمسلمون قد وضعوا أسلحتهم، فالمشركون قد فروا، ها هم يجمعون الغنائم والكل قد اطمأن بالنصر، لكن فجأة يخترق الصفوف خالد بن الوليد ويكشف ظهر المسلمين، وتدخل فرسانه إلى ساحة المعركة يبحثون عن من؟ يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت كتيبة خالد معه فرسان المشركين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بضع من أصحابه، أما أكثرهم فهم منشغلون عنه بعيدون. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاختراق المشركين لصفوف المؤمنين وهم على غفلة، فإذا به ينادي أصحابه من بعيد: يا عباد الله، يا عباد الله، هلموا إلي. فسمعه خالد وسمع المشركون صوت رسول الله، فعرفوا أنه في هذا الاتجاه، فأسرعوا إليه يريدون قتله، وليس عنده إلا 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. فلما اقترب المشركون بفرسانهم وسلاحهم وعددهم الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فإذا بأحد الأنصار يقوم فيقاتل يردهم حتى قتل، والثاني يردهم حتى قتل، والثالث والرابع، حتى مات 7 جميعهم. والنبي عن يمينه سعد بن أبي وقاص، وعن يساره طلحة بن عبيد الله، ومن مثل طلحة في ذلك اليوم. فإذا بالنبي ينثر النبال لسعد بن أبي وقاص يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. ما جمع النبي أباه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإذا بالمشركين يصلون إلى رسول الله ويرمونه بالحجارة وبالسهام والنبال، فجرح وجهه صلى الله عليه وسلم وجبينه وسال الدم وكسرت رباعيته، ووصل إليه رجل من المشركين بن قمئة على فرسه، فلما وصل للنبي أصاب درعه، فدخلت حلقتان من المغفر في وجنتي رسول الله. فلما نظر النبي إليه قال: قمأك الله، قمأك الله. ثم مسح النبي الدم عن وجهه وهو ينظر إلى القوم فيقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كادوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حوله مجموعة أخرى من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. قال: لا، اجلس يا طلحة،
فأسرع أحد الأنصار يصدهم ويردهم حتى يأتي باقي الصحابة إلى رسول الله، فقتل هذا الأنصاري، ثم الثاني فقتل، حتى قتل العشرة كلهم. فإذا بطلحة يقول: لم يبق إلا طلحة. قال: أنا لهم يا رسول الله. قال: الآن يا طلحة، الآن يا طلحة. فإذا بطلحة يرد المشركين عن رسول الله، يضرب هذا ويمنع هذا، ويطعن ويضرب ويجرح جرحا شديدا، حتى قطعت أصابع طلحة رضي الله عنه. فقال: حس، أي كلمة ألم. قال النبي له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما طلحة فقد شلت يده في ذلك اليوم، أكثر من 30 ضربة في جسمه، وهو صابر يقاوم ويقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة من بعيد هذه الثلة المؤمنة تتساقط واحدا تلو الآخر، تذود عن رسول الله، والصحابة قد أذهلهم دخول خالد وكتيبة المشركين، أسرعوا راكضين إلى رسول الله: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. اختلطت الصفوف، لا يدري أحدهم أين أصحابه من أعدائه، إذا بالصفوف تتشابك، وإذا بالمشركين يقتلون في المسلمين شر قتلة، وكادوا أن يصلوا إلى رسول الله، لولا أن ثلة مؤمنة كانت ولا زالت تحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا، مثل بدر الليل ساعة اكتمال، خلف الرماة أمر المصطفى، جلهم خالف والحرب امتثال، بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال، هجم الحبيب شج راسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، هجم الحبيب شج راسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، والبطولات تجلت حوله، فغدا كالطود ما بين الجبال، بعدها أسند في الشعب وقد اشتدت المعركة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل المشركين يريد الوصول إليه لقتله، فإنهم يعرفون ما معنى قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي حوله ثلة قليلة من المؤمنين يدفعون عنه وهو يسير، إذ سقط في حفرة صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالإمام علي يأخذ بيده فيخرجه، وطلحة يحتضنه، والدم ينزف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه على هذه الحال أبو عبيدة ابن الجراح، حلقتان في وجنته لم يخرجهما صلى الله عليه وسلم، فإذا به بأبي عبيدة يخرج الحلقتين بأسنانه، حتى سقط بعض أسنانه، وكان يفتخر بهذا طوال عمره. الدم ينزف ويسيل، والصحابة حول رسول الله يتجمعون. أبو طلحة وصل إلى رسول الله وكان راميا ماهرا، فكان النبي ينثر النبل له وهو يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرفع رأسه لينظر ماذا يصنع أبو طلحة، فكان يضع صدره أمام رسول الله وعنقه أمام رسول الله، وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا تشرف، أي لا ترفع رأسك،
حتى لا يصيبك القوم. رآه أبو دجانة من بعيد والنبال تتطاير على رسول الله، فركض أبو دجانة وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع جسده أمام النبي والنبال تتساقط على ظهر أبي دجانة، النبال تلو النبال، ولا يتحرك أبو دجانة أبدا، كل هذا حبا في رسول الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أم عمارة لما رأت هذا الأمر حصل، والمسلمون قد تزعزعوا والمشركون وصلوا إلى رسول الله، قامت امرأة تقاتل مع المسلمين لما رأت ما أصاب المسلمين. أما مصعب بن عمير، وما أدراك ما مصعب بن عمير، فقد كان يحمل اللواء ووصل إليه المشركون فإذا بالنبال تتقاطر عليه، والسهام والرماح كلها تصيبه أكثر من 80 ضربة على مصعب بن عمير، فقطعوا يده اليمنى، فمسك اللواء بيده اليسرى ثم قطعوا يده اليسرى، ثم احتضن اللواء بصدره، والرماح تتكسر على من؟ على مصعب بن عمير، ذلك الشاب المترف، ذلك المنعم في مكة. أما الآن فإن جسده يتقطع من أجل من؟ من أجل رسول الله، من أجل هذا الدين. فما وهنوا لما أصابهم، لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا. كان الواحد منهم يقاتل وهو يعلم أنه ميت لا محالة. يتجمع المسلمون حول رسول الله، اختلطت الصفوف، لا يدري أحدهم من المسلم ومن المشرك. بل إن حذيفة بن اليمان رأى أباه من بعيد قد تجمع المسلمون عليه يريدون قتله، فقال حذيفة: إنه أبي، إنه أبي. لكنه لم يدرك أباه، ظنه المسلمون أنه من المشركين فقتلوه مع المشركين. قال: غفر الله لكم، إنه أبي. حتى بعض المسلمين مات بسبب بعض المسلمين، لأن الصفوف اختلطت، أحدهم لا يدري أين يذهب، لا يعرفون أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبأه بعض المسلمين يحمونه، أما بقية المسلمين لا يدرون. فصاح الشيطان بينهم في ذلك الوقت أن محمداً قد قتل، أن محمداً قد قتل، وظنه ابن قمئة لما قتل مصعب أنه رسول الله، فصاح: قتلت محمداً، قتلت محمداً. فإذا بالنفوس تنهار، وإذا بالهمم تتضاعف وتضعف، وإذا بالخور يصيب بعض المسلمين. مات رسول الله، فقعد بعضهم وجلس بعضهم يبكي، واعتزل بعضهم أن حبيبه قد مات. فإذا بأنس بن النضر يرى المسلمين يتراجعون، يقول لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: مات رسول الله. قال: وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله. فأخذ سيفه ورمى كل شيء وتقدم إلى صفوف المشركين، فرأى سعد بن معاذ، قال: يا سعد، ما أجلسك؟ قال: مات رسول الله يا أنس، مات رسول الله. قال: وما نصنع بالحياة بعد رسول الله يا سعد؟ واهل لريح الجنة، واهل لريح الجنة، إني أشمها، إني أجدها دون أحد. فرفع السيف وتقدم إلى صفوف المشركين، يضرب ويتقدم، يجرح ويتقدم، يلكم ويتقدم، حتى سقط على الأرض صريعا. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها. هكذا بايع الصحابة رسول الله على الموت في سبيل الله. أحد الأنصار وهو يقتل يقول لمن حوله، يقول: إن كان محمد، إن كان رسول الله قد مات فقد بلغ، فقوموا فموتوا على ما مات عليه، فقوموا فموتوا على ما مات عليه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وصل رجل من المشركين اسمه أبي بن خلف، علم أن رسول الله لم يمت، فإذا به يصل إلى الزمرة التي تحمي رسول الله. قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وهو يعلمون أنه مجروح. فقال الصحابة: نقوم إليه يا رسول الله. قال: لا. فأخذ النبي رمحا وهو مجروح، فذهب إليه ورماه بالرمح فأصاب عنقه، فجرح وأخذ يصرخ ويذهب إلى قومه يقول: قتلني محمد، قتلني محمد، قتلني محمد. فإذا به يموت بعد سويعات، ولما
انحاز كل صف إلى فريقه، وذهب المسلمون، منهم من احتمى بالجبل، ومنهم مع رسول الله، ومنهم من اعتزل، ومنهم من قتل. أخذ المشركون يشوهون الجثث، حتى جاءت هند بنت عتبة إلى جثة حمزة ابن عبد المطلب، تلوك كبده وتقطع أذنه وتجدع أنفه وتشوه جثته، كل هذا حقدا على رسول الله وعلى الإسلام والمسلمين. انحاز المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمونه من المشركين، وظن المشركون أنهم قد انتصروا وقد قتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي بين أصحابه، معه الإمام علي يصب الماء عليه، وفاطمة تغسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأت فاطمة أن الدم يزيد ويزيد، فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها، ثم فتتتها ووضعتها على الدم حتى توقف. هكذا كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سفيان في جيش المشركين، فإذا به يسأل يريد أن يتثبت، فقال: أفيكم محمد؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. ثم قال: أفيكم عمر؟ فإذا بهم لم يجبهم أحد من المسلمين. ثم قام عمر فقال لأبي سفيان قائد الشرك، قال له: قد أبقى الله لك ما يسوءك يا أبا سفيان، قد أبقى الله لك ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان بكل عز وغرور، قال: أعلو هبل. فقال النبي لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا له: الله أعلى وأجل. فقال الصحابة: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، إذا عندكم العزة نحن عندنا رب العالمين. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. فقال عمر له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء بيننا وبينكم. ثم قال أبو سفيان وقد نادى عمر: اخرج لي يا عمر. فقال النبي لعمر بن الخطاب: اخرج إليه يا عمر. فخرج عمر إلى أبي سفيان، قال: ما تريد؟ قال: أنشدك الله يا عمر، أنشدك الله، أمحمد حي فيكم؟ قال: نعم، وهو الآن يسمعك. فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من ابن قمئة، ذلك المشرك الذي أظهر تلك الإشاعة. ثم قال أبو سفيان: موعدكم في العام القادم في بدر. فقال النبي لأصحابه: قال: قولوا له: نعم، هو بيننا وبينك. فالمعركة لم تنتهي في أحد لنصر حاسم من أحد الطرفين، فتواعدوا على السنة القادمة. ثم لما انحاز كل طرف إلى معسكره، أرسل النبي أصحابه ليتفقدوا قتل المسلمين، لينظروا من مات. 70 رجلا من المسلمين قتل واستشهد في ذلك اليوم. أرسل النبي أصحابه إلى تلك المعركة، أرسلهم يسألهم عن سعد بن الربيع، قال لهم: ابحثوا عن سعد بن الربيع وأقرئوه مني السلام، وقولوا له: إن رسول الله يسألك كيف تجدك. بحثوا بين القتلى فوجدوا سعد بن الربيع في الرمق الأخير، فقالوا له: يا سعد، إن رسول الله يسألك كيف تجدك، كيف أنت؟ فقال: أبلغوا رسول الله مني السلام، وأخبروه أني أجد رائحة الجنة، أني أجد رائحة الجنة. ثم اذهبوا إلى قومي الأنصار فقولوا لهم: لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم توفي رضي الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجدوا رجلا اسمه الأصيرم، ما نظروا إليه في اللحظات الأخيرة، يلفظ أنفاسه الأخيرة،
قال: يا وصير، رجل يدعونه للإسلام فترة طويلة ولم يسلم، ما كان يريد الإسلام؟ قالوا: أجئت حدبا عن قومك أم أنك ترغب بالإسلام؟ قال: والله رغبت بالإسلام، آمنت بالله وبرسوله. ثم مات فقال النبي: هو في الجنة ولم يركع لله ركعة. وجدوا بين القتلى رجلا يهوديا اسمه مخيريق. هم هذا مخيريق رجل يهودي، لما رأى القتال قال لقومه اليهود: قال: تعلمون أن نصر محمد عليكم حق، لابد أن تنصروه. فأخذ سلاحه. قالوا له: يا مخيريق، إن اليوم السبت. قال: لا سبت لكم، وإن أصبت فمالي لمحمد، يهودي قاتل مع المسلمين. فلما مات رآه النبي فقال: مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. رأوا القتلى من المسلمين، فلما رأى النبي حمزة دمعت عيناه، مثل جسده، قطع أنفه وأذنه، وخرق ومثل به حتى أحشاؤه أخرجت من جسده. يا الله، لما رآه النبي بكى، قال: لم أصب مثل اليوم بمثل هذه المصيبة، لم أصب أبدا بمثل هذه المصيبة. ثم قال: والله لأمثلن بثلاثين منهم. فأنزل الرب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال النبي: أصبر، وترك الأمر لله عز وجل. فجاءت صفية أخت حمزة عمة النبي تبحث عن أخيها، فقال النبي لابنها الزبير بن العوام: لا تدع أمك تراه، فإن رأته لتفعلن. قال: يا أمه لا تفعلي، لا ترينه، فقد مثل به. قالت: سوف أصبر. فلما رأته صبرت واحتسبت الأجر عند الله. القتلى والجرحى لم يجدوا حتى شيئا يكفنونه بهم، حتى أن مصعب بن عمير لم يجدوا شيئا يكفنوه به، لو غطوا رأسه بدت رجلاه، ولو غطوا رجليه بدا رأسه. هذا مصعب الذي كان مترفا في مكة. فأنزل الرب في تلك الساعات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حزن الصحابة فأخبرهم النبي أنهم يبعثون يوم القيامة وهو شهيد عليهم، جرحهم ينزف عند الله، اللون لون دم، والريح ريح مسك، وإنهم الآن أحياء في ثمار الجنة وأنهارها يتنقلون. فإذا بالصحابة يطمئنون أن أصحابهم الذين قتلوا شهداء في سبيله، دفنوا ما أصعبها من لحظات، الاثنان والثلاثة في قبر واحد، يقدم النبي أقرأهم للقرآن، ثم الذي بعده صلى عليهم وودعهم رسول الله. كم كانت المصيبة أليمة، لكن الرب عز وجل أراد أن يرفع درجاتهم وأن يتخذ منهم شهداء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم، وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم، وبحبه من لا يهين،
الله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي